إذا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، عدنا لكم مجددا من خلال التغطية المباشرة ديال قناة الشعب اللي كتقوم بها في الأسواق ديال مدينة ساس. طبيعة الحال الموضوع ديال الساعة والارتفاع ديال الأسعار هو الغلاء ديال مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية. جينا لهنا بعد مشينا للسويقة ديال زواغا ونقلنا لكم أثمان ديال الخضروات والفواكه، جينا لهنا للسوق الأسبوعي أيضا، مشينا كذلك للسوق ديال الجملة ونقلنا لكم الأثمان ديالهم ديال الخضر والفواكه بالجملة، وعرفتوا الفرق ما بين اللي كاين ما بين الجملة وما بين الديتاي في الأسعار ديال الخضر والفواكه. جينا لهنا كذلك درنا البث المباشر الأول بالنسبة يعني القطاني شحال دايره، يعني شفتوا معنا الاثمنه ديال الزرع ديال الفول ديال الجلبانه ديال الحمص اللي داير حتى 22 درهم، الزرع ما بين 6 8 دراهم. اكيد على ان كاين ارتفاع كبير في الاسعار بكل صدق، هذا هو الواقع. وغنواصلوا معكم تغطيه وغنمشيو معكم الان نديروا جوله في السوق وغنزيدوا نكشفوا لربما بطبيعه الحال متابعينا الكرام يعني الاثمنه ديال هذه الاسعار. نشوفوا كذلك الثومه شحال دايره. بخير، عرف شحال الثومه معلم؟ كاين شي غلا كاين شي رخا كاين شي بحال هذه دايره، انسد بحال دابا هذه دايره، بحال دابا هذه دايره 20 درهم. هذه 20 درهم؟ اه 20 درهم، تتخلص ب 340 جمله. وكاينه 340 جمله؟ اه جمله 340، كاين اللي تبيعها ب 600 كاين اللي تبيعها كذا، هذه 10 درهم بلديه. هذه شنو الفرق ما بين هذيك وهذيك؟ هذه بلديه وهذه الكارتون، هذه حمراء غليظه. شحال كدير الثومه شحال هذه قبل ما تغلى؟ قبل ما تغلى كتدير 160 120 شي ما كاين. ولكن تزاد فيها الثمن؟ اه تزاد فيها الثمن، وليت تشريوها حنا غاليه ب 340، كنا تشريوها غير 160 ولا تشريوها ب 340. غلا كاين. شكرا جزيلا. اذا الثومه البلديه ب 10 ديال الدراهم زادت، كانت كدير 6 دراهم 7 دراهم، وهذيك شحال كدير قلتي لي؟ دابا شحال؟ دابا جملة 340 وواصلة حتى ل 20 درهم. الغلاء الآخر خوتي العزاز، هذه غير موينة هذه ياك، شحال الثمن قلتي لي هذه؟ هذه 340 دابا جملة باش نديوها. شحال كتبيعوها أنتم هنايا؟ تنبيعها ب 20 درهم، شي ما كاين 460 20 درهم، شي ما كاين. منين جايه هذه؟ منين؟ هذه الصبليون. الصبليون؟ اه. وهذه بلديه ديال البلاد. اه ديال البلاد هذه. هذه غير موزدر غير هنايا، جيت عين شقال. شكرا جزيلا، بالتوفيق بالتوفيق خويا. إذا متابعينا، حتى الثومة زادت الثمن للأسف، الزرع ما بين 6 8 دراهم، الحمص 20 درهم، كل شيء تزاد في الثمن، وهذا الشيء اللي كتشوفوا راه بث مباشر، ما كاين لا مونتاج لا والو باش نغطيو الشمس بالغربال. الواقع كنقولوا للمغاربه بدون زياده ولا نقصان. الشريف، اذا غنواصلوا معكم متابعينا الكرام في اطار الكشف يعني الاسعار الحقيقيه بطبيعه الحال ديال المواد الاستهلاكيه الاساسيه، الزرع القطنيه الخضراء، وغندخلوا معكم السوق وغتشوفوا كل شيء بدون مونتاج. كتشاهدوا معنا الشريفة لاباس. ها بشحال الكرموس بشحال الشريحة؟ هذه قبل ما يبغيش ما يبغيش واخا. بشحال بشحال قول لي غير قول لي بلا ما تبان. هذه 1200. هذه 1200؟ اه. منين جاية هذه؟ من الجبل. من بلاصة من الجبل؟ من واحد شاول. اه تبارك الله تبارك الله، صوبة على اليد ياك. اه صوبة على اليد. زيد هذا الزعتر 160 القريطة. نعم. وهذا الشيء أنت كتشوف. وهذا الزيتون هذا ديال الجبل. ديال الجبل اه 400 ريال هذاك كيلو. نعم. كل شيء غالي، الغلا كل شيء غالي. كان الثمن ديالو شحال كان كيدير الزيتون؟ كيدير غير 160 كنا نجيب. دابا 400 ريال. دابا 400 ريال، كل شيء غالي عندنا، كل شيء غالي. كل شيء أنت كتشوف. وهذه الشريحة ديال الشاون. اه الشريحة هذيك كنا نجيبها. هذيك كنشريوها ب 20 درهم. نعم. كدير غير 160 140 150. نعم. بحال هذه كنا نشريوها غير ب 600 700، دابا تما دايره 50 درهم. 50 درهم، إذا الشريحة وصلت ل 50 درهم متابعينا الكرام في ظل هذا الارتفاع الفاحش ديال الأسعار بطبيعة الحال. شكرا لله، كنتمناوك التوفيق، الله ييسر الأمور. كان كنتي بغيت تبغي نبينوك راه نبينوك ونديروا رقم. غير بينوك. ياك وراجلك ما يبغيش ولا؟ لا غير ماشي مشكل. مش كلشي. ها من واحد شاول. هذه تاع شهور، هذه تاع سنين وانا هنا. نعم. عندي من الجبل. هذه دابا تاع سنين وانا هنا، وعندي 6 الاولاد انا اللي كنخدم عليهم، وكلشي غالي.
والد ديالك فين كاين؟ كاين في الجبل. هنا هو الجبل. ما هو حنا بينا ثمانية، حتى واحد ما خدام، ما كاين حتى فاش تخدم حتى حاجة ما خدام، حتى واحد ما خدام، كلشي غالي، الزيت غالي، الخضرة غالية، المطيشة 10 دراهم، البطاطا 160، البصلة. واش كي غادي يعيش؟ أي يمشي يدير القنبة ويجي في راسو، هذا الشيء اللي غايدير. صعيب الحال باش نعيش في هذا الوقت هذا. فهمتي؟ العيش تجي مطانتي المثال المرأة المكافحة كتكافح تجي تخدمي على وليداتك كتجي لهنا عيشينا ذاك اليوميات ديال كيفاش كتخرجي في الصباح كيفاش كنخرج في الصباح بكري وكنخرج المهم كنكافح على وليداتي عندي الدراري كيقراو خاصني ضروري نخدم نعم والخدمة ما كاينش وبين 8 د النفوس يلا تجيب جوج كيلو د البطاطا هاد النهار غدا كتصبح مساليه تجيب كيلو د المطيشه غدا كتصبح مساليه كتجيب القطنيه كتصبح مساليه الزيت غالي المهم كلش غالي كلش السميده غادي المسؤولين كنرغبوه يحنوا على المواطنين وما يدوهاش غير في الفلوس في طمع الدنيا حتى حنا ما كنبقاوش فيهم اللي كيخرج مع الفجر المراه كتخرج مع الفجر مع الخمسه ديال الصباح كتمشي للفلاحه الخلا شحال كيعطيوها 1200 شنو اللي غدير لها ديك 1200 ما تشريش حتى الصباط اللي في رجليها الصباط داير 500 درهم 400 درهم ايوا شنو دابا المسؤولين خصهم يرحمونا شويه رحمونا بزاف ماشي غير شويه هما هانيين ما عندهم حتى شي حاجه المهم المسؤولين ما كيفكروش في اللي ما عندوش فهمتي ولا لا ما كيفكروش اللي ما عندوش واخا راس المال عندك هاد الشويه ديال راس المال الشريفه ويعني كتصوري منه داك اش غتصور كنصور 100 درهم في العشيه كنمشي نسخر بها اش غدير لي شحال كنصور كاع نصور 100 درهم ما كيبقى لي لا راس المال ولا ربع ما كيبقى ليش كنخلص الكرا والضو والضو كيجوز علينا بقى عندنا نوبه 7 شهور 8 شهور حتى 10 شهور وحد كنخلصو ما كنلقاوش ما كنلقاوش باش نخلصو باش غنخلصو يلا كنلقاو باش كنوكلوا الدراري واش الدراري انتينا خصك ما كيعرفوش هما ولا كيبغيو ياكلوا فهمتي؟ شنو يخليك تجي انت الفاس وما تبقاش في الشاون تخدم في الشاون؟ حتى الشاون حتى هي ما فيها ما يدار الخضرة غالية كلشي غالي حنا نتكحزنا الشاون فيها السياحة وفيها اللي واخا يكون فيها اللي كاين واخا يكون اللي فيها بغى اللي يكون يكون فيها كلشي غالي قضية ناشفة فين ما مشيتي وفاس كانت فيها المعيشة زوينة ودابا غلا كلشي غالي حتى حاجة ما بقات رخيصة قولي الرقم ديالك إلا بغاو المغاربة يتساعدوا معاك أكيد الرقم ديالي عندي هنا ما كنعرفش الرقم فهمت باش تخرجيه ما كنعرفش خارجو بغينا نساعدوك زعما هاك شنو عندك شنو كارطاج انوي حل تشوفي حل انوي شكون يطلع لها شكون يطلع لها الرقم ديالها؟ واش عندها انوي؟ ما بغاش العجا اجي يا ولدي لا غنشوفوا الرقم ديال الشريفه غنشوفوا نطلعوا لها الرقم ديالها اللي بغى يتواصل معها اكيد يساعدها والله العظيم الى مثال المراه المغربيه المكافحه بالله والله العظيم الى كتكافح الله يحسن العوال الجميع غنشوفوا الرقم ديالها نطلعوا لها وتواصلوا مع متابعينا بارطاجيو لها هذا البث المباشر الله يجازيكم بخير شنو كدير دير إذا شوفوا الرقم اللي عندها باش نعطيو لكم متابعينا فهي كتبيع يعني الزيتون جايبه من الشاون الشريحة والكرموس كما كتشاهدوا معنا الزعتر السحصار كما كيقولوا له هما يعني منتوجات اللي بسيطة بطبيعة الحال صافي عطيتيه عطيتي عليها 10% هاد التكشيرة الغلابة 100 ريال اللي عنده الفار وبغى يتسنى الفار لا ما عنديش لا ما عنديش تما ومنين يطلع تما الرقم انا نطلع الرقم شي واحد نحاولوا نطلعوا الرقم ديالها باش بطبيعه الحال توصلوا معنا. ادوات ديال الدراسه قبل اذا كننتظروا الرقم ديال السيده بغينا نساعدوها المغاربه يتواصلوا معها. البارطاج على اوسع نطاق غنزيدوا ندوروا معكم في السوق بعد قليل بتبين الكرام شوفوا غير الرقم ديالها وندوروا في السوق اكيد نكشفوا الاسعار ديال المنتوجات شحال واصله. والو شحال هو الباحث
صباح الخير الله يحفظك بارك الله فيك. بغينا الرقم ديالها للاسف ما استطعناش لان هو غيحاولوا يساعدوا الناس يطلعوا لها الرقم ديالها. دوز لالا دوز. نتمنى كنعتذروا متابعينا الكرام. افتح ليها الله يحفظك العزيز. اذا ها هو الرقم ديالها غادي نحصلوا عليه. اللي بغى يتواصل معها بطبيعه الحال في اطار المساعده ثمانيه ديال الوليدات عندها. هذا سوق بن سودا الاسبوعي، سته ديال الوليدات، سته ديال الوليدات عندها ماشي ثمانيه، سته صحيح. هو الرقم ديالها غادي تقولوا بعد لحظات، السيد كيجبد لها الرقم ديالها اكيد. ها باش كتعيش اكيد بالزيتون، الزيتون ديال الشاون داير 20 درهم. كرموس قلت هو السوق الاسبوعي ديال بن سودا. انا قلت لك واش دوزي ولا لا؟ لا ما تبين خلي غير الصوت ولا لا لايف مشات لايف الشريف. انت قلت لي انا قلت لك ما تبانيش قلت لي قلت لك انا واش راجل كيبغي قلت لي لا ما قلت لي والو الشريف بحال منا بحال خدنا بحال كيزيق كيدور عليك ما قلت لي ما بغاش يقيد لي ما بغاش يطلع لا طلعت لي النمره بزاف عليها اخويا هذا هو ديال الدراسة 40 ريال القابض ديال الصابون و 2 دراهم 100 ريال 1500 مولات 140 ريال 06 9 3 6 2 2 5 6 1 عاود اختي عليهم يا شتي لا لا هو الرقم ديالها هو يقول انت قولي مور 100 ريال 1500 سيدي هذاك اسمح لنا اخويا لا واقع ماشي قولي انت لا هو هو لا هذا ما فيها والو انا نقيدوك هنا وقول المره ديالك دابا حنا فصوت انا كلهم ما كاين ناس والو مسكين صباح الخير مرأة مكافحة النمرة ديالك 06 93 06 93 62 62 25 25 61 61 شكرا لك صوفي الله يسلك امور اللي بغى متابعينا يتواصل معي يساعدها على الوليدات بطبيعة الحال تحية لكم متابعينا غنواصل معكم في السوق اكيد غنواصل معكم الله يسهل الامور للجميع يلاه غادي نواصل معكم نتمنى لان خويا العزيز شكرا لكم الله يحفظك الله فيك شوفوا الثمور نشوفوا بزاف ديال الامور مواد استهلاك هي الاساسيه كلشي تزاد في الثمن يلا متابعينا غنرجع من خلال لايف اخر شكرا السلام عليكم.